أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم سبرينج فريم ورك. تعلمنا ورأينا في الدرس الماضي كيف نستطيع القيام بإنشاء كلاسات وإنشاء علاقات فيما بينها وديبندنسيز اعتمادية، وذلك نسبة إلى أنماط مختلفة، إما أن تكون تايتلي كابل عندما نقوم بالاستعلام نسبة إلى اسم الكلاس الخاص بها، يجب أن تكون لايون نقوم بإنشاء لايون منها، وولف نقوم بإنشاء وولف منها، ولكن ذلك جعل عملية الإنشاء أكثر تعقيدا من ناحية الزو. فمن أجل القيام بحلها قمنا باللوس كابلينج من خلال الاعتماد على الانترفيس أو الابستراكت كلاس، فقلنا بإنشاء أنيمال ينتمي إلى هذه الزو، ومن ثم نستطيع القيام بالإنشاء وإدخال جميع الحيوانات التي تنتمي إلى فصيلة الأنيمال. ولكن هذه الأكواد إلى حد ما هي منفصلة عن السبرينج، فهنا إذا قمنا بالتنفيذ نراها تعمل دون إشكالية. دعني أقوم هنا بجعلها بهذا الشكل، فهنا هذا الكود الخاص بنا، أما البقية فهو يتعلق بالسبرينج الخاص بهذا التنفيذ. فإذا قمنا بتعليقه هكذا فسوف نرى كيف يقوم فقط بعرض display function. تمام، لذا إذا أردنا هنا القيام بجعل هذه الأكواد تنتمي إلى spring، وذلك من خلال تحقيق المفهوم الذي تحدثنا عليه في المقدمة والذي هو inversion of control. تمام، فنقوم بجعل التحكم وإنشاء object مهمة هذه display. فالقيام بذلك نقوم هنا بالتعامل مع هذه الكلاسات وكأنها جزء من هذه الفريمورك. فهنا دعوني مثلا أقوم بتعليق هذه مؤقتا هكذا، وسوف نقوم بنسخ هذه، وذلك لأنه أستطيع القيام بتحويلها إلى أشكال متعددة. فهنا إذا قلنا مثلا عندها بالضغط على Control 1 فنرى كيف نستطيع القيام بتحويلها إلى أكثر من شكل، وهي فعليا تنتمي إلى ما يسمى Application Context. كما أن نقوم هنا بتحويلها إلى Local Variable فنراها بهذا الشكل كما نرى Configurable Application Context Run نسبة إلى هذا الكلاس، ومن هنا نستطيع القيام بالتضمين واستخدام هذا المتحول من أجل القيام بإضافة أكواد ثانية. فإذا قلنا هنا قم بالتشغيل نرى كيف يقوم بطباعة عبارة السبرينج. تمام، فإذا قلنا مثلا هذه الفريمورك وإطار العمل قم بتضمين إليها هذه الكلاسات الجديدة المعبرة عن الزو والأنيمالز. لنبدأ أولا باللاين، فهنا سوف نقول قم بتضمين هذا الكلاس وذلك كعنصر في الفريمورك، فنقوم باستخدام الانوتيشن كومبوننت بهذا الشكل. واذا اردنا مثلا القيام بالاورجنايز للامبورت فنستطيع القيام بالضغط على كنترول شيفت او فنرى كيف قام بجلبها. هذه الخطوه الاولى، نقوم بالتسهيل ومن ثم نقوم بالذهاب الى زو. ايضا بشكل مشابه نقوم بجعلها كومبوننت تنتمي الى هذه السبرينج، فنقول هنا كومبوننت بهذا الشكل. هذه الخطوه الثانيه، طبعا هنا نستطيع القيام بإضافة المزيد من هذه الانوتيشنز ولكن سوف نقوم بإضافتها عند الحاجة. فمثلا الآن عند هذا الكلاس الأساسي سوف نقول مثلا قم بالتحكم بهذه الكومبوننتس باستخدام البيدز، والتي من خلالها نستطيع القيام بالمانجينج لهذه الكومبوننتس من ناحية الإنشاء والاستخدام، وذلك من خلال استخدام إما application context للتعبير عن هذه البيدز أو نقوم باستخدام بين فاكتوري، وذلك من أجل القيام بالتحكم بدورة حياة هذه الكومبوننتس. سوف نرى الآن معاني هذه الكونسبتس بطريقة عملية. فهنا إذا أردنا القيام بالإضافة والتضمين يعني أقوم بجعل هذه في هذا المكان، فسوف نقول مثلا من run get bean هكذا، وهنا نقوم بإضافة الكلاس المعني والذي هو في مثالنا الزو، فنقول زو class بهذا الشكل. تمام، بما أن هذه components فقمت باعتبارها أنها bean. من ثم سوف نقول هنا استطيع القيام بالتحكم وجعل هذه أيضا متحول مستقل، وذلك بالضغط هنا على Control 1 هكذا، فنقوم بتحويلها إما إلى Variable كما قلنا هنا أو نقوم بتحويلها إلى Local وذلك ضمن مجال معين. فدعوني أقوم بجعلها بهذا الشكل، نقوم بتسميتها مثلا إما بين أو زو لا مشكلة. فنرى هنا كيف قام بتعريفها بهذا الشكل لأنها تنتمي إلى زو، كل ذلك تم بشكل أوتوماتيكي ممتاز. من ثم سوف نقول هنا بين قم هنا بالديسبلاي بهذا الشكل. نرى هنا كيف لم نقوم بالتعريف الصريح لهذه المتحولات ولم نقوم باستخدام كلمة مفتاحية نيو، وإنما قمنا بالاعتماد بشكل كلي على هذه السبرينج. لنرى الآن إذا قمنا بالتشغيل نرى كيف يقوم بطباعة I'm a lion from the zoo ممتاز. وأيضا إذا قلنا مثلا قم هنا بدأ القيام بتعريف هذه اللاين لأنها component فقم هنا بتعريف الولف بدلا منها، فنقول component بهذا الشكل.
لنرى الآن نقوم بالتشغيل، فسوف نرى كيف يقوم بطباعة أيام وول فروم ديزل. بهذه الطريقة نقوم بالاعتماد الآن على سبرينغ في إنشاء هذه المتحولات وفي التعامل مع هذه الكلاسات. وكما قلنا أن هذه تعتمد إما على Application Context، فأستطيع القيام بتعريفها هكذا Application Context، فسوف نرى كيف أيضا أنها تعمل دون إشكالية. ونقول مثلا هي تنتمي إلى Bean Factory بهذا الشكل، أيضا لا مشكلة. ولكن عادة يتم استخدام Bean Factory للمشاريع الصغيرة والApplication Context للمشاريع الكبيرة. أن يقوم بالعودة، وكما قلنا نستطيع القيام بتعريف هذه بأكثر من شكل. فإذا قلنا هنا قم بالتفصيل وتحويل هذه مثلا لأكثر من صيغة، نقوم بالضغط على Control 1، وهنا نرى مثلا كيف نستطيع القيام بتحويلها، وذلك ضمن Try ضمن هذا المجال والScope. أو نقول مثلا قم بتعريفها في New Field، فقام هنا بإضافتها بهذا الشكل. نرى الديناميكية في هذا المجال. ولكن الآن إذا قلنا ماذا لو عرفنا إلى هذا الحيوانان على أنهما Components؟ فإذا قلنا هنا عند Lion أيضا هو Component، وكذلك بالنسبة لي Wolf، فأي حيوان فعليا سوف يتم اعتماده في هذه الزي. لنرى إذا قلنا الآن بالتجريب سوف نرى كيف يقوم بإعطاء Error. لماذا؟ لأنه فعليا لا يستطيع القيام بالتحكم ولا يستطيع القيام بالتقرير أي Instance من هذه Animals سوف يقوم بالإنشاء. سوف نرى في الدرس القادم ما هي العمليات التي تجري في الباكجراوند في هذه السبرينغ، وكيف نستطيع القيام بحل هذه المشكلة مع المزيد من المعلومات الخاصة بالسبرينغ فريمورك. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.